نعم تفضل يا شيخ. نعم إذا أردت أن تحج من الرياض في طائرة، الإحرام معلوم أنه لا يكون إلا عند الميقات، إذا مررت محاذيا للميقات في الجو تحرم وأنت في الجو، وهم ينبهون على قرب الميقات من أجل أن تستعد لذلك. وإذا أنك اغتسلت في الرياض ولبست ملابس الإحرام لأجل أن تكون مهيئا للإحرام عند المرور بها جوا فلا بأس بذلك، لكن النية والدخول في النسك إنما يكون عند الميقات، فتنوي وتلبي إذا حاذيت الميقات. نعم.